السؤال: إني أرى بعض المصلين عندما يسلم الإمام من الصلاة يخرجون من المسجد بسرعة بدون سنة وبدون استغفار، فهل يعاقبون على تركها؟ الجواب: لا يعاقبون على تركها، لكنهم تركوا السنن المشروعة بعد الصلاة المفروضة وحرموا من ثوابها، لكن إذا صلوا السنن الرواتب بالبيت فهو أفضل، ولا ينبغي لهم أن ينصرفوا قبل الإتيان بالأذكار المشروعة بعد الصلاة، والله أعلم.